وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني مكين ذو مكانة وأمين، أمين على أسرارنا. خلاص الراجل يعني سيدنا يوسف أبهره من كل النواحي، وقال لازم أستفيد من يوسف عليه السلام في إدارة البلاد. رجل عفيف، رجل لم يشترط حتى يدلهم على الحق. قال له سر حرب خطير جدا 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 ينقذ البلاد. قال له إن هتحدث مجاعة بعد 7 سنين ولازم نحضر من هذا اليوم لهذه المجاعة. فطبعا استفاد منه. فكأنه طبعا ما عندناش حديث صحيح في كده، وكأنه بيقول له طيب احنا هنتصرف ازاي في تخزين الحبوب والزرع تحسبا للسنوات العجاف. فقال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض، سيب لي أنا المهمة دي. يعتبر زي وزير المالية. حتى قيل برضو، لكن ما عندناش حديث صحيح، انه ازال عزيز مصر واجعل بدلا منه سيدنا يوسف. دي طبعا اقاويل لكن مش مؤكدة. واللي مش مؤكد اكتر بقى يعني ساعات بقى ايه التزويد اللي مش غير دليل، لو بقى اتجوز امرأة العزيز بعد ما ايه وطيح بالعزيز، فاتجوز امرأة العزيز وجدع عذراء وبعد كده خلف منها ولدين. لا، كل الكلام ده عايز أدلة يا جماعة. ما هو الكلام مش بالإيه، مش بالاستحسان. ما هو لازم الكلام ده يكون عندي دليل أقول بيه. ما دام ما فيش دليل ما أقولش. أيا كان، ممكن واحد مهتم بمعرفة التفاصيل، لكن نقول له ما دام ليس هناك دليل، ما عندناش دليل يتزوج امرأة العزيز. هو المسلسل ده هو اللي المخرج عايز كده، لكن هل الشرع فيه ذلك؟ لا، ده اللي يهمنا. اوعى تاخد دينك من مسلسلات والا ممكن تفسد عقائدك وانت لا تشعر. طيب سؤالي هنا، هو ينفع يقول له ويطلب الاماره؟ ده احنا عندنا يا اخي نهي عن طلب الاماره. وضح النقطه دي مهمه جدا. المسلسلات عباره عن هواجس، عباره عن خيالات. اي كلام لازم يكون ليه سند. احسنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيمشي المسلسل. والمسلسلات يا اخوانا يهمها جذب الناس بالاحداث الشيقه، مش مهم الحقائق. فخلي بالك من النقطه دي. طب عشان نخلص اهو، السؤال بقى هنا، لماذا طلب الاماره وفي نهي عن طلب الاماره عندنا في الاسلام؟ كفء ليه. ايوه بالظبط. اول حاجه، هو شرع يوسف غير شرع نبينا، بس نفترض ان في نهي عموما عن طلب الاماره. نقول النهي اذا كان لم، او اذا كان المقصد دنيويا للاماره. اما ان وجدت في زمان يحكم فيه كفار او فساق، وبدا لك انك ان توليت الاماره ستحكم بالعدل، هنا يحسن بك ان تبادر الى طلب الاماره. عندك امكانيه ان انت تتولى منصب وهتعدل فيه، مش عشان منصب ولا فلوس ولا مكانه، انت فعلا محترق ان انت تقيم العدل، وعندك فرصه لو طلبتها تطلبها. نعم، كما فعل يوسف عليه السلام. انما مجرد مناصب وانتخبني ومش عارف ايه وكلكم قريبين من بعض، يبقى هنا لا يجوز اللي انت تطلب الاماره. ما دام في مصلحه، في امير ظالم غشوم بيفسد بين الناس، لا، لو نقدر نتولى مكانه ونصلح، هو ده في الحاله دي يجوز اللي انت تطلب الاماره. طب سؤال تاني، ده هو قال له كمان اني حفيظ عليم. مش ربنا بيقول فلا تزكوا أنفسكم؟ قالوا هو لا تزكوا أنفسكم إلا لو هناك مصلحة راجحة. زي إيه؟ زي أن يتحمس الناس لفعل الخير. لما أقول لك يا جماعة تبرعوا لبناء المسجد، وادي 1000 جنيه مني للمسجد، تصدقت ولا إيه؟ إن شاء الله خير. فأنت طبعا لما تشوف كده ممكن
تتحمس، مع ان انا زكيت نفسي اهو، بينت ان انا متصدق، لكن ده كان ليه غرض. الغرض ايه؟ تحميس الناس اللي فعل الخير. يجوز هنا تزكي نفسك، ويجوز اللي انت تزكي نفسك ده وانت تريد التوصل الى امر محمود. يعني ممكن تقول له انا عالم وعندي شهادات، لو سمحت انا عايز اخطب في المسجد. هنا ما ينفعش اقول له فلا تزكوا انفسكم، لازم تجيب المسوغات اللي تمكنك اللي انت تبقى خطيب المسجد، مع انك انت زكيت نفسك، بس هناك مصلحه، مصلحه اللي انت هتصلح وتنشر الدين ونحو ذلك. فلو في مصلحه خير وامر شرعي ديني هيترتب من وراء اللي انت تزكي نفسك، فلا باس ولا حرج. لو الناس عايزه تطمن فبتقول لهم اطمنوا عشان يتبعوك في حاجات معينه، وزكيت نفسك في ذلك، قلت انا معايا ماجستير ومعايا مش عارف ايه وايه، هنا الامر هذا محمود، لانه يترتب عليه مطلب شرعي مش من باب التفاخر. انما بقى من باب انا صليت، انا صمت، انا قمت الليل، انا بصوم بدون مصلحه، لا، هنا لا تزكوا انفسكم. اخر حاجه، فيه دلاله على جواز ان يعمل المسلم عند الكافر، لان هو اشتغل في بيئه كافره والملك فوقه لكن كافر. هل يجوز للمسلم ان يشتغل عند ناس كفار؟ نعم، بشرط الا يترتب على ذلك مخالفه شرعيه. ما تقدمش خنزير ولا خمر ليه، ولا تمسح له المكان العباده بتاعه، لا، نفع واستنفع، بتشتغل عنده، بتبيع له سلعه وهو كافر مش مسلم، وبيديك مرتب اخر الشهر، ده جائز؟ نعم. وقد عمل يوسف عليه السلام تحت امره رجل كافر.